نتائج مشجعة وتحسن ملحوظ في نتائج التلاميذ خلال الفصل الثاني. أغلب العلامات في مختلف المواد شهدت تحسناً عدا بعضها التي لا طالما شكلت هاجساً بالنسبة للتلاميذ على غرار الرياضيات والفيزياء. جينا كل سهل في الفصل الثاني، خدمنا آخر من الفصل الأول، لا بس جاتنا بركة المصعبة والفيزيك. طلعنا آخر من الفصل الأول، كان الفصل الأول شيء صعب، صار الفصل جاسية سهل، تخدمنا فيه ويا ربي نجحنا. معدل كان حابط، هذه المرة جبت مليح صوتي، طلعت في تاريخ وجغرافيا والفيزيك والعلوم، الرياضيات جبت تحت المعدل. الأساتذة بدورهم أكدوا أنه على غير العادة تحصل أغلب التلاميذ على علامات مرضية، حيث تمكنوا خلال هذا الفصل من تجاوز بعض خيبات الفصل الأول، خصوصا تلاميذ الطور المتوسط. الحمد لله نتائج الفصل الثاني كانت مشجعة للتلاميذ أساتذة على حد سواء، كان تحسن ملحوظ خاصة في المستوى الأول، لدائما التلاميذ اللي يجونا من متوسط يتفاجئوا ببعض الطرق والمناهج في المستوى الثانوي خاصة في العلوم التقنية الفيزياء والرياضيات، لكن مع مرور الزمن الحمد لله تلائموا مع طريقة التدريس والمناهج والكفاءات المستهدفة. هذا ومن المنتظر أن يتم تسليم كشوف نقاط التلاميذ في 23 من الشهر الجاري، قبل أن يعود التلاميذ بعد العطلة لاستكمال آخر فصل من الموسم الدراسي، وتنطلق بعدها الامتحانات الرسمية بداية من شهر جوان المقبل.